بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائل من شاب سماحة الشيخ يقول: أين الله؟ هل هو على عرشه أم في كل مكان؟ وما حكم من يقول بأن الله في كل مكان؟ الله سبحانه فوق العرش في العلو فوق جميع الأرض عند أهل السنة والجماعة، هكذا جاءت الرسل بهذا عليهم الصلاة والسلام. كل الرسل جاءوا بأن الله فوق العرش فوق جميع الأرض سبحانه وتعالى. قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال سبحانه: أأمنتم من في السماء. قال جل وعلا: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال جل وعلا: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال جل وعلا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى. في 7 مواضع صرح فيها سبحانه بأنه فوق العرش، هذه استوى عليه. استواء يليق بجلاله وعظمته، لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في غير ذلك من صفاته جل وعلا. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قال سبحانه: هل تعلم له سميا؟ استفهام انكار، يعني لا سمي له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. ولما جاء رجل الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم بجاريه يريد ان يعتقها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. خرجه مسلم في صحيحه. فما سألها وقعت في السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة. دل على أن ربنا في السماء في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق. وهذا معنى قوله سبحانه: آمنتم في السماء أن يخشوا فإذا تمر، أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هكذا يجيب سورة الملك. وهذا إجماع في السنة والجماعة، أجمع الصحابة كما أجمعت الرسل عليهم الصلاة والسلام أن الله فوق العرش، أن الله فوق في العلو جل وعلا. من هذا قول جل وعلا: قال في الأرض يا هامان إني صرحا للعلي أبلغ أربع أسباب أسباب السماوات فاطلع الى موسى. دل على موسى اخبره ان الله في العلو وانه فوق العرش، ولهذا قال فرعون ما قال. ومن قال ان الله في كل مكان او ليس في العلو فهو كافر، مكذب لله ولرسوله ومكذب لاجماع اهل السنه والجماعه كالجهميه واشباههم والمعتزله. هؤلاء من اشهر الناس لانكارهم اسماء الله وصفاته جل وعلا. نعم.